السلام عليكم. حسن الجاري، جمعية كابيس فرانس. اليوم احنا هنا في اغبلي دون اون تري بيل سال كوم فو فوي ديغيير. هاد لاصال هادي ان شاء الله غادي نديرو فيها الحفلة تاع العشر حفلة في جمعية كابيس فرانس. هاد الجمعية اللي كتقوم بأعمال خيرية داخل المغرب وداخل دول أخرى، ولكن خاصة المغرب الحبيب. عندنا أطفال مرضى في كل المدن، مرض الميوباتيا ولا مرض شائع في المغرب، وهو هشاشة الهيكل العضلي تاع الأطفال. هاد الأطفال اللي كيبقاو ناعسين في الأرض، كنقوموا بعمليات خيرية، كنقوموا بحملات طبية. الحملة الطبية اللي قمنا بها في 2016 جمعت 3757 فقير في إقليم بركان. جاو 135 سبيسياليست وأطباء من المغرب كامل، من الدار البيضاء كازا، من الدار البيضاء قنيطرة، الرشيدية، طنجة، وجدة، تعاونوا معنا في هذه الحملة الطبية بشراكة مع 34 جمعية ومؤسسة وطنية، منها مؤسسة محمد الخامس في المغرب. هذه المرة هذه غادي نبدلوا الطريقة تاع العمل، غادي نديروا حملة طبية أولية من وجدة حتى لزيو، يعني واحد 60 حتى 70 طبيب فيهم عدد من السبيسياليست في الميوباتي والأطفال. غادي إن شاء الله غادي ندخلوا لواحد 100 دار فيها أطفال عندهم إعاقة جسدية من مرض الميوباتيا أو حاجة أخرى. هاد الأطفال عندهم عائلة، الطبيب غادي يشوف طبيبين او ثلاث اطباء، غادي يشوفوا الوالدين الخوت، ولا كان جبرنا شي بدايه المرض تاع الميوباتيا في واحد من الاخوان، نحاولوا مع الاطباء والاساتذه في المغرب ان شاء الله نتابعوا الحاله نتاعو. الحمله الثانيه ان شاء الله في شهر ماي غادي تكون تكون في قنيطرة، الدار البيضاء، سيدي حيا الغرب، حد سوالم وسيدي سليمان. جمعية كابيس فرنسا فريدة من نوعها، لا في التشكيل نتاعها ولا في التكوين نتاعها ولا في طريقة العمل. حنايا مغاربة مقيمين في الخارج، كاين كل، كاين المهندس، العامل، الفنان، سي حميد مستري على جنبنا هنايا، كاين الطبيب، كاين المحامي، كاين الأستاذ الجامعي، كاين الرياضي، كاين شنو درنا؟ درنا واحد الجمعية اللي المغاربة فيها يفكروا في خوتهم وخواتاتهم الأطفال المعاقين والمرضى واللي عندهم احتياجات في المغرب. هذه الجمعية هذه قامت بعدة أعمال، أول منها كل سبت وحد كنقريو في المدارس، المدرسة تاعنا في نونتيغ الأطفال. هذا هو الدخل المالي كيكون الجمعية، الدخل الأهم هو العشوات اللي كنديرو. أما بالنسبة لشي دعم لا من أي دولة لا من أي إدارة أو مصلحة، إحنا ما عندناش. إحنا درنا جمعية ما بغيناش فيها الدعم، الأموال الببليك، بغينا واحد الدعم يكون من الناس اللي هما غيورين على بلادهم، تيحبوا بلادهم وباغيين يعاونوا في بلادهم. كيقول لك شي مرات أنا ما عارفش كيفاش ندير نعاون، سهلة، كابيس فرانس أو السيت نتاعنا www.capis.fr، يدخلوا ويديروا ان دون ولا يديروا اون دوموند داديزيون ولا يجيو يشوفونا. حنا في 11 روي كاريوفا انونتيغ. العمل نتاعنا كيبقى خاص للطفل عامة، ولكن كندعموا الفقراء، كندعموا الشيوخ. على سبيل المثال الحمد لله دخلنا 12 باليت تاع لي كوش غير في الصيف، تفرقت على الفقراء من وجدة لطنجة، العيون في الصحراء، الرشيدية، تينغير، أكادير، ورزازات، قنيطرة، سيدي حيا الغرب، كازا، فين ما كان شي فريق فقير عندنا المعلومات عليه إلا وصلوا. وإن شاء الله غادي تشوفوا هذا الشيء في الفيلم نتاعنا الذي غادي ننشروه اليوم في نادي السهرة هذه. اللي بغينا نقوله هو أول دعم اللي كيكون عندنا هما هاد الفنانة هادو، لأنهم فنانة تيبغيو الخير. وهاد الليله هادو كاع الفنانين الذي يعاونونا هاد الليله هادي جاوا متطوعين حبا للخير وحبا لاهلهم في المغرب. السلام عليكم، معكم حميد مستاري من جمعيه توسي كابيس فرانس، فنان شونتور بالديار الفرنسيه. دونك جو في با روفونير سور سكيل ا دي حسن الجاري، جو بونس كيلا تو دي، واخا الى تو دي جو بونس كيلا ميم با دي 10% دو سكو Capis peut faire et ce qu'il a fait. Donc rentrez sur le site de Capis ou radit chefou d'Akshiga Lidar ou Lidrna ou les Mazal Adradin dire Inch'Allah. Moi ce que je peux vous dire c'est que essayez de nous aider parce que franchement sans vous on ne peut rien faire. On ne peut pas aider ces gens-là, on ne peut pas aider ces enfants. Oulal Adim Yadika, quand je parle maintenant j'ai la chair au poil, j'ai les larmes aux yeux. Yadika, franchement
يرثى لها واحد الحالات يرثى لها ولولا الدعم ديالكم انتوما ديال الناس زعما اون بو ريان فير فوالا دونك ايدينو سيل فو بلي وكل شيء في سبيل الله ان الله لا يضيع اجر المحسنين وحنا ونيلا حنا وسي نعاونوا باش ما داكشي اللي قدرنا عليه وشكرا للجميع. سفيان الميمي فنان تنغني لا فاريتي انترناسيونال اسبانيول ايطاليان اونغلي فرونسي الراي الشعبي فوالا وجيت مع الاخوان والاصدقاء كابيس بوغ نعاونوهم اجوردي ان شاء الله في هذا العمل الخيري اللي دايرين والله يجزيه بخير سي حسن الجاري على تو لي زيفور اللي تيدير فوالا وحنا سعداء وفرحانين نكونوا مع خوتنا هنايا ونبارتيسيبيو بار كيلكو شونسون بطريقتنا ساعة مبروكة وبون اني 2018 للشعب المغربي كامل و فرانشمون جو سوي توجور توشي بار تو سكي في خونا حسن تبارك الله ولي زيفور اللي تيدير بوغ ايدي لي ديمينيي لي مالاد البلاد سيغتان بيغسون هانديكابي وداكشي شاك فوا تنشوفو لي فيديو سا نو توش. رجاء جوي ممبر دو لاسوسياسيون كابيس فرانس اون اي لا سو سوار بور لا كارافان بور لي انفون مالاد كي سون او ماروك بور لي سوتنير اي فو فريمون سوتنير دي اسوسياسيون كوم سا. Surtout quand c'est pour des enfants qui sont malades, des enfants qui n'ont rien, des familles qui sont vraiment dans le besoin, il faut se mettre des fois à leur place pour pouvoir comprendre tout ça. Donc voilà, là on est venu pour passer une très belle soirée, Inch'Allah, avec tous nos amis qui viennent souvent, les membres de l'association. Et voilà, avec vous aussi, merci à vous aussi. Merci à Monsieur Reda Sbahi, notre journaliste MRE 24. Donc voilà. Salam alaikum, moi je m'appelle Idriss. Je suis un bénévole, le premier bénévole petit. J'aide l'association à aider les personnes handicapées, voilà. Khadija là, le parquet. Nous l'avons rencontré, elle est myopathe toute sa vie, depuis 43 ans. Le petit ange que vous voyez ici, c'est Rizlen. Il est un enfant parmi plein d'autres que nous suivons au Maroc. Rizlen, nous l'avons perdu pendant 3 ans et nous avons pu la retrouver avec sa famille ailleurs.